بيكو. المقر. بيبا وجوج بحديقة جراني بيج وجرانبا بيج. سيلعبان في منزل الشجرة. بيبا وجوج يحبان منزل الشجرة. هؤلاء أصدقاء بيبا وجوج: زوي، سوزي، ريبيكا وريتشارد. أحب منزل الشجرة يا بيبا. أنا أدخل. أجل. يمكننا الآن أن نقيم حفلة شاي. ها هما بيدرو وداني. مرحبا يا بيبا. يمكننا الدخول؟ آسفة يا داني، الفتيات فقط تدخلن منزل الشجرة. الفتيان صاخبون بعض الشاي ويفسدون حفلات الشاي دوما. لكن جورج وريتشارد فتيان. أوه، أجل. آسفة يا جورج، منزل الشجرة هذا للفتيات فقط. ماذا حدث؟ الفتيات لا يريدن إدخالنا منزل الشجرة. ليس عدلاً. أوهو، أظن يمكنني المساعدة. تعالوا هنا. الآن يمكننا إقامة حفل شاي جميل وهادئ. بيبا بيك. زوي ابنة رجل البريد. السيد حمار وحشي يوصل الرسائل لمنزل بيبا. إن زوي مع والدها اليوم تقوم بتوصيل رسائلها الخاصة. الكلب داني، الحمل سوزي، الأرنبة ريبيكا، بيبا وجورج. لم يتبقى سوى هؤلاء. جيد، لنقم بتوصيلهم. أجل أبي. البريد. بيبا وجورج يحبان وصول البريد. لدينا رسالتين. هذه لدادي بيج. هذا مثير. عزيزي دادي بيج، أرجوك ادفع فاتورة التليفون. وما هي الفاتورة؟ إنها تبدو كشيء ممل. الفواتير مملة جدا. أمي، هل الرسالة الأخرى لك؟ لا، هذه الرسالة لبيبا وجورج. رائع، رسالة لجورج ولي. فلتأتي إلى حفل عيد ميلادي زوي صديقتكما. زوي قامت بدعوة بيبا وجورج لحفل عيد ميلادها. أجل. عليك كتابة رد لزوي كي تخبريها أنك ذاهبة لعيد ميلادها. أتساعديننا بالكتابة يا أمي؟ بالطبع. بيبا وجورج يكتبان ردا لزوي. ماذا تريدان أن أكتب؟ عزيزتي زوي. عزيزتي زوي. لا أعلم ماذا أقول. ماذا عن؟ نتشوق للقدوم لحفلك. أطيب التمنيات، بيبا وجورج. ما لون الغلاف الذي نستخدمه؟ الأحمر. إلى الآنسة زوي. وأخيرا الطابع. الرسالة جاهزة الآن. بيبا بيك. الآن يا فتيان، لديكم مقركم الخاص وهو بباب متحرك. إنها قلعة. شكراً يا جرانبا بيك. أيمكننا الدخول؟ لا، هذا مقر الفتيان، للفتيان فقط. ولكنني أحب القلاع. القلاع ليست جيدة كمنازل الشجرة. هيا يا فتيات، أنا ملك القلعة. كل قلعة تحتاج لراية. واو، الفتيان لديهم راية. نحن لا نحتاج لراية تافهة. ها هي جراني بيج. مرحبا بكن، أجلب لكن شيئا. راية أرجوك. ويجب أن تكون أفضل من راية الفتيان. سأرى ما بإمكاني. أنا ملك القلعة. كل قلعة تحتاج لهاتف. أمسك هذا. أبقي الحبل سليما ومشدودا وسيمكنك التحدث معهم. لا نريد التحدث مع الفتيان. لا نريد التحدث مع الفتيات. جراني بيج وجدت راية لمقر الفتيات. الفستان سيكون راية جميلة. شكراً جدتي.
إنها ليست جيدة كراية الفتيان. أتمنى لو أننا في القلعة. الأميرات الجنية يعيشن في القلاع. لو كنت أميرة جنية كنت سأعيش بمنزل الشجرة. هل نستطيع القدوم إليكم؟ أرجوكم فقط لو قلتن إن القلعة هي الأفضل. إنها بالفعل الأفضل. أنا سأظل بمنزل الشجرة. بيبا بيك. جولة الدراجات. إنه يوم مشمس ولطيف. بيبا وجوج ينهون فطورهم. اليوم مناسب لجولة بالدراجات. جولة الدراجات. هي. بيبا وجوج يحبان جولات الدراجات. بيبا لديها دراجة. جوج دراجته ثلاثية. الأم والأب دراجاتهما مزدوجة. ما هذا يا أبي؟ إنها دراجتنا. أنا أجلس بالأمام ومامي بيك تجلس بالخلف. ويمكننا وضع هذين المقعدين بالخلف لبيبا وجورج. لكننا نريد الذهاب معكم بدراجتنا. جورج ما زال صغيرا، قدمه ستتعبان جدا. لكنني فتاة كبيرة، لن أتعب أبدا. ستكون جولة طويلة بالدراجة، أمتأكدة؟ أجل يا أبي، متأكدة. حسنا، أنحن جاهزون؟ أجل دادي بيك. هيا لنذهب يا رفاق. أنا الفائزة. إنه ليس سباقا بيبا، نحن فقط نتجول بالدراجة. أجل يا أبي، أنا ما زلت الفائزة. الآن نحن الفائزون. لا أحب القيادة صعودا. بيبا، لقد فزنا بالسباق. لا، لم تفعل يا أبي، لأني لم أكن أسابق هذه المرة فعلا، لكن الآن أفعل. لن تلحقني. يا لك من طفلة مخادعة. أهلا يا بطاط، نحن نتجول بالدراجات. أهلا يا بطاط. بيبا بيك. هذا صندوق البريد. ها هم داني، سوزي، بيدرو، ريبيكا والفيلة آمني. الكل سيرسل رسائل. ها هي بيبا مع رسالتها. انتهيت، الآن ماذا سيحدث؟ مرحبا جميعا. أهلا بيبا، هل استلمت رسالتي بخصوص الحفل؟ أجل، ولقد كتبت لك ردا. هذا رائع. يا إلهي، الكثير من الرسائل اليوم. وهذه هي رسالتي لك، إنها مهمة جدا جدا يا زوي. أهي لي؟ أيمكنني فتحها الآن؟ إنها لك يا زوي، لكن يجب توصيلها قبل فتحها. هذه هي وسيلة البريد. أوه. وبهذا الكم الذي يجب توصيله اليوم علي البدء الآن. أيمكن أن نأتي معك أنا وجورج؟ اصعدا يا بيبا وجورج. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يساعدان سيد حمار وحشي. إن هذا منزل زوي. هذه الرسالة موجهة إلى الآنسة زوي، وهذه للآنسة زوي، وهذه للزوي، وهذه للزوي، وهذه للزوي. كل البريد للزوي. بيبا بيك. كنت أنسى كم أحب الدراجات. كنت أنسى كم أكره القيادة لأعلى الجبل. الأرض منحدرة بعض الشيء. لا أحب القيادة لأعلى الجبل، لكن انظروا للمنظر الجميل. يا إلهي، هذا عمل شاق. مامي بيج، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بيبا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بيبا هنا. أهلا بيبا. مرحبا. سوف نتسابق بدراجاتنا. بيبا، أتريدين التسابق أيضا؟ حسنا، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسنا. بيبا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق هكذا. بيدرو انطلق مبكرا. توقف يا بيدرو، السباق لم يبدأ بعد. آسف دادي بيج.
كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا. آسف يا بيدرو، كانت غلطتي هذه المرة. عندما أطلق البوق ثانية انطلقوا. هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا. هيا يا بيبا. لكن يا أبي، أنت لم تطلق البوق. بيبا بيك. يا إلهي، إنها تمطر والقلعة ليس بها سقف. هيا إلى منزل الشجرة. لا، لن أغادر قلعتي أبدا. توقف المطر. جوج وجد بركة طين. هذا يبدو ممتعا. سأظل في قلعتي. أنا سوف أظل في منزل الشجرة. أنا سوف أعتني بقلعتك يا داني. سأعتني بمنزل الشجرة يا بيبا. بيبا وداني يحبان القفز ببركة طين. الجميع يحب القفز ببركة طين سواء كانوا فتيات أم فتيان. بيبا بيك. وهذه هي رسالتي، أيمكنني إرسالها؟ بالطبع. بيبا تحب إرسال الرسائل. أمي، انظري، كل هذه الرسائل لي. أوه، رائع. أيمكنك قراءتها لي؟ عزيزتي زوي، أتشوق لحضور حفلتك. من الكلب داني. الحمل سوزي ستأتي لحفلتك. وريبيكا، بيدرو، أميلي، كاندي سيأتون جميعاً لحفلتك. وهذه الرسالة مني أنا، تقول: نحن قادمان إلى حفلتك، حبي واعتزازي بيبا وجورج. الجميع قد وصل لحفل زوي. عيد ميلاد سعيد يا زوي. واو، هدايا كثيرة. ستكتبين العديد من رسائل الشكر يا زوي. ومن سيقوم بتوصيل كل رسائل الشكر هذه؟ أنت ستفعل يا أبي. يمكنني المساعدة. بيبا بيك. الكلب داني في المقدمة. انتظروني. أنا فزت. أحسنت يا بيبا. أجل، أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل. حان وقت رحيل أصدقاء بيبا. إلى اللقاء يا بيبا. وداعاً. وقت رحيلنا أيضاً يا بيبا. أمي، أنا متعبة جداً. كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جداً. أيمكنني ركوب دراجتكم؟ لكن أين سيجلس دادي بيج؟ أبي يمكنه ركوب دراجتي، إنها جميلة جداً. أوه، حسناً. أحب العجلة المزدوجة. أبي، أتعجبك دراجتي؟ أجل يا بيبا، إنها جميلة. بيبا بيك. بيبا بيك. الأرنبة ريبيكا. إنها نهاية يوم لطيف آخر. بيبا وجوج يلعبان مع ريبيكا والأرنب ريتشارد. وقت الرحيل يا طفلي. لكننا نريد اللعب أكثر يا أمي. ربما غدا. أيزورنا بيبا وجورج غدا يا أمي؟ أجل. مرحى. لما يبكي ريتشارد هكذا؟ ريتشارد يخاف من نزول الدرج. لماذا؟ ليس لدينا درج في منزلنا. ماذا؟ لا درج. هذا صحيح، سوف ترين غدا. وداعا. إلى اللقاء. إنه صباح، سيذهبان لمنزل الأرنبة ريبيكا اليوم. مامي بيج تقود وأنا سأتولى الخريطة. أمتأكد يا دادي بيج؟ نحن نتوه دوما عندما تتولى أنت الخريطة. لن نضل الطريق. حسنا، أنتم جاهزون؟ أجل مامي بيج. إذن هيا بنا. بيبا وجورج متحمسان جدا، لم يذهبا لمنزل الأرنبة ريبيكا من قبل. أبي، هل اقتربنا؟ الخريطة تقول إن منزل ريبيكا على التلة التالية. أنا
لا أفهم. يجب أن يكون منزل ريبيكا هنا. إننا تائهون، هناك فقط حديقة الجزر. أين قد يكون منزل الأرنبة ريبيكا؟ مرحبا جميعا. ريبيكا، أتريدين اللعب بغرفتي؟ غرفتك؟ لكن أين هو منزلك؟ بيبا لا ترى منزل ريبيكا بأي مكان. التل هو منزلنا، إنه يدعى جحر. سأريكما. أراكما لاحقا. نراكما لاحقا. تعاليا. بيبا بيك. جولة بحافلة المدرسة. بيبا وأصدقاؤها سيتجولون بحافلة المدرسة. أطفال، أطفال، انتبهوا من فضلكم لنتأكد أن جميعكم هنا. بيبا وجورج هنا. ريبيكا والأرنب ريتشارد هنا. الحمل سوزي هنا. ماذا عن زوي؟ هنا. الكلب داني هنا. الفيلة آملي هنا. المهر بيدرو. المهر بيدرو ليس هنا. تأخرنا. بيدرو، كدت تفوت جولة المدرسة. آسف سيدة غزال. لا تقلق، وصلت بميعادك. هيا اصعدوا. الآنسة أرنبة هي السائقة. سنسير بسرعة. نراكم لاحقا. أطفال، انتباه من فضلكم، اليوم سنذهب في جولة إلى الجبال. مرحبا. أحضرتم وجبات خفيفة؟ أجل سيدة غزال. سيدة غزال، أيمكننا تناول وجباتنا الآن؟ بيبا، سنتناول وجباتنا عند الوصول. بيبا، ماذا أحضرت كوجبة خفيفة؟ تفاحة حمراء. لدي تفاحة خضراء. هيا نتبادل. حسناً. بيبا، سوزي، ماذا تفعلان؟ سوزي قالت لي أن أفتح علبة وجبتي. بيبا قالت لي أن نبدل تفاحنا. لا بأس، لكن وفر بعض الطعام للنزهة. حسناً سيدة غزال. بيبا بيك. طبيب الأسنان. كل صباح بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. بيبا وجورج سيذهبان لطبيب الأسنان. بيبا، جورج، أمستعدان للفحص؟ ليس لدي وقت للفحص، بل إن لدي حفل شاي مع تيدي يا أمي. أجل، نحن مشغولين. جميعنا نحتاج للفحص كي نتأكد أن أسناننا نظيفة. حسناً يا أبي. جورج، هل أسنانك نظيفة مثل أسناني؟ أول زيارة لجورج لطبيب الأسنان. لديكما أسنان نظيفة، سيفرح بكما طبيب الأسنان. بيبا وجورج عند طبيب الأسنان ينتظران الفحص. الانتظار ممل جدا. هذه المجلة مسلية جدا، إنها عن البطاطس فقط. بيبا، جورج، الطبيب سيراكما الآن. مرحى. هذا الدكتور فيل الطبيب. أهلا بيبا، أكنت تغسلين أسنانك؟ نعم دكتور فيل. جيد، الآن من سيبدأ؟ أنا أولا، لأنني فتاة كبيرة. راقبني يا جورج. اجلسي هنا رجاءا. تمسكي. افتحي فمك من فضلك. أكثر من فضلك. الآن لنلقي نظرة. إنه يستخدم مرآة صغيرة لينظر إلى أسنان بيبا. آمل أنك لم تأكل الكثير من الحلوى يا بيبا. من الصعب الحديث عندما يكون فمك مفتوحاً. أها، انتهينا. يا لها من أسنان نظيفة. بيبا بيك. ليس لدينا درج، لدينا أنفاق. واو. منزل ريبيكا مختلف عن منزل بيبا. هذه هي غرفتنا. واو، لديك سرير وأيضا نافذة وصندوق لعب، مثلنا تماما. بالطبع. يعجبني منزلك. أتمنى لو كنت أرنبة أيضا. أنا أعرف،
سأعلمكما كيف تكونان أرنبين. أجل أرجوك. أولاً حركا أنفيكما وافعلا هكذا. جيد يا أرنبة بيبا وأرنب جورج. بيبا تحب كونها أرنبة، جورج يحب كونه أرنباً. الأرانب تحب الجزر. هذا لذيذ. نعم 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 نعم، هذا لذيذ. يا جورج لا يحب الجزر، لا يريد حتى تجربته. حسناً، المزيد لنا إذن. ريبيكا، ما الذي يحبه الأرانب أيضاً؟ الأرانب تحب القفز. تعاليا للخارج، سأريكما. بيبا بيك. الحافلة وصلت أسفل الجبال. طريق الجبل وعر جدا. هيا يا حافلة، ستفعليها. هيا يا حافلة. بيبا وأصدقاؤها وصلوا قمة الجبل. انظروا إلى هذا. رائع 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 رائع. من قال هذا؟ إنه صدى صوتك. وما هو صدى الصوت؟ الصدى هو الصوت الذي تسمعينه عندما تتحدثين عاليا بالجبال يا بيبا. ها 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 هي هو، ها 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 هي هو، ها 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 هي هو. ها هي هو، ها هي هو، ها هي هو. بيبا بيك. لنقفز. الأرانب تحب القفز. إنكم أرانب رائعون. وقت الغداء يا أطفال. الأم والأب حضر الغداء. ريبيكا هي من علمتنا كيف نكون أرانب. هوهو، إذن سيروقكما. المفضل لدينا الجزر. لذيذ جدا، لذيذ جدا. يا إن جورج لن يأكل هذا الجزر. أوه يا جورج، ظننت أنك أرنب. الأرانب تحب الجزر. واو، جورج يأكل الجزر. هذه كعكتنا المفضلة، كعكة الجزر. مرحبا. كعكة الجزر. جورج أرنب حقيقي الآن. سكويك سكويك. بيبا بيك. ورثتها مني. أيمكنني الحصول على الشراب الوردي؟ أجل، لكن لا تبتلعيه يا بيبا، ابصقيه. جورج، حان دورك الآن. لا، جورج لا يريد أن يكون هذا دوره. يمكنك إمساك سيد ديناصور بينما يفحص طبيب أسنانك. ديناصور. سعيد برؤيتك يا سيد ديناصور. إنه ليس ديناصور حقيقيا، إنه من البلاستيك. تمسك جيدا. أحسنت صنعا يا جورج. الآن فلترني أسنانك. جورج لا يريد أن يرى الطبيب أسنانه. جورج افتح فمك هكذا. ها هم هناك. قد انتهينا. لديك أسنان قوية ونظيفة يا جورج. أهم بالفعل جيدون كأسناني يا دكتور فيل؟ أجل. جورج فخور أن لديه أسنان نظيفة. بيبا بيك. الصدى ممتع. حان وقت نزهتنا. بيبا تحب النزهات، الجميع يحب النزهات. أين البطاط؟ دوما يظهرن عندما نقوم بالتنزه. بيبا الساذجة، البطاط لا يعيشن في قمم الجبال. أهلا سيدة بطة، أترغبين خبزا؟
البط محظوظ اليوم، هناك الكثير من الخبز. البط يأكل بسرعة. يا إلهي! وقت الرحيل، هيا اصعدوا. حان وقت العودة. حظي الجميع بوقت رائع. لنغني كلنا أغنية. أنغني أغنية البينج بونج أرجوك. أرجوك يا سيدة غزال، غني أغنية البينج بونج. حسناً. سنعزف لحناً ونغني أغنية مع بينج وبونج وبينج. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج لي بانج لي بو. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج لي بانج لي بو. بيبا بيج. جورج، لا تنسى الشراب الوردي. أو لكن انتظر، ما هذا؟ ما الخط يا دكتور فيل؟ جورج، أسنانه نظيفة، لكن أسنان الديناصور متسخة جداً. أوه لا، دكتور فيل غاضب بشكل كبير من سيد ديناصور. مطلقاً يا بيبا، وظيفتي أن أجعل الأسنان نظيفة. أعطني مضخة الماء من فضلك. الطبيب يستخدم الماء لتنظيف أسنان سيد ديناصور. الملمع يا آنسة أرنبة. سيكون هذا مزعجاً. دكتور فيل يلمع أسنان سيد ديناصور. وردي، وردي. هذا صحيح، سيد ديناصور يحتاج للشراب الوردي الخاص. رائع، لديك أسنان لامعة يا سيد ديناصور. ديناصور مخيف جدا. جورج يحب سيد ديناصور خاصة بأسنانه اللامعة. بيبا بيج، بيبا بيج. الطفل الرضيع. بيبا وجورج يزوران ابنة العم كلوي. اليوم مثلما ستقابلان كلوي، ستقابلان ابن عمكم الجديد. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. أهلا بالجميع. مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي ابنة عمي بيبا وجورج. لكن أين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع؟ أوه. ابن العم الجديد هو رضيع صغير. أوه، إنه طفل جميل. أهي فتاة رضيعة؟ لا، إنه صبي. أوه، تمنيت لو كانت فتاة. أنا أيضاً. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج، الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك، بل يريد اللعب معي أنا. بيبا، إنه صغير جدا على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة، ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج، هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل، إن توخيت الحظر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه، الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. أوه، ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بيبا، عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي، أألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. بيبا بيج. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحبا جميعا. أهلا بيبا. كل أصدقاء بيبا هنا. هل يمكننا ركوب القطار؟ أقوم بجولة تعليمية بالحافلة للأطفال الصغار. هل القطارات تعليمية؟ أجل، بالتأكيد. ليرفع يده من يريد ركوب القطار الآن. أنا. وليرفع يده كل من يريد البقاء في الحافلة.
حسناً، لتذهبوا إلى القطار وسأتبعكم للحافلة. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم. بيبا بيك. كل طفل لديه خطاف ليعلق عليه معطفه. اليوم لدينا طالبة جديدة، الفيلة إيميلي. أهلاً إيميلي. أهلاً. إيميلي خجولة قليلاً. من سيري إيميلي أين تعلق معطفها؟ أنا. أها، نحتاج فقط واحداً. بيبا، أري إيميلي أين تعلق معطفها. أجل سيدة غزال. كل منا لديه خطاف للمعطف. هذا الخطاف لك يا إيميلي. إيميلي تعلق معطفها على خطافها. الآن يا إيميلي، ما الذي تودين فعله اليوم؟ تلوين، صلصال، بناء مكعبات؟ لا أعرف، ربما بناء المكعبات. والبقية؟ تلوين، صلصال، بناء مكعبات. بناء المكعبات. يا إلهي، بناء المكعبات محبوب. الجميع يريد الجلوس بجانب إيميلي. إيميلي، عليك وضع مكعب فوق الآخر هكذا بالضبط تماما. من الأفضل أن تضعيهم جانبا إلى جنب. لا، هكذا يا إيميلي. بل هذه الطريقة الصحيحة. لا يا إيميلي، هكذا. الجميع ساعدها جدا، لكن إيميلي كيف تودين اللعب بالمكعبات؟ لست واثقة، قد أفعلها هكذا. رائع. بيبا بيك. كلوي، أهو شيء جيد أن لديك أخاً رضيعاً؟ أجل، ألكساندر لطيف جداً. تمنيت لو أن جورج رضيع صغير لطيف. أعرف، جورج يمكنه ادعاء أنه رضيع صغير ويركب عربة دميتي. فكرة جيدة. لا، جورج لا يريد أن يكون رضيعاً. جورج، إن ادعيت الآن أنك رضيع، أعدك أنني سوف أكون لطيفة معك دائماً للأبد. جورج يفكر. ويمكنك اللعب بألعابي. جورج يفكر بجدية. حين نعود للمنزل ستلعب بكل ألعابي. لقد قرر جورج. يا له من رضيع لطيف. ها هي القطة كاندي والحمل سوزي والأرنبة ريبيكا وزوي. أهلا. لماذا جورج في عربة الدمية هذه؟ هذا ليس جورج، إنه طفل رضيع. جو جو. لكن هذا جورج. جورج يدعي أنه رضيع. أهو فتاة أم صبي؟ إنه فتاة. لا، جورج لا يريد أن يكون فتاة. حسناً، إنه صبي. أنا لدي بعض البسكويت، أيود الطفل الرضيع واحدة منها؟ أو لا، لا يمكنه أكل البسكويت. جورج يحب البسكويت. ربما يمكنه تناول واحدة. إنه ذكي جدا وأيضا وسيم للغاية. مضحك جدا. إنه أفضل طفل رضيع على الإطلاق. جورج يحب هذه اللعبة. بيبا بيك. بيبا وجورج أتيا للعب بحديقة الجدة والجد. ما تلك الضوضاء؟ إن الجد يصنع شيئاً. أهلاً يا بيبا وجورج، توقيتكم ممتاز، لقد أنهيت صناعتها للتو. أيمكن أن نعرف ما هي بالضبط؟ سأريكم. واو، قطار لعبة صغير. هذه ليست لعبة، هذه جيرترود، إنها نموذج مصغر للقطار. ألا يحتاج لسكة حديدية للسير؟ أوه لا، وضعت بها عجلات سيارة كي تذهب لأي مكان تريده. جدي، أيمكننا ركوب جيرترود؟ اصعدا. سنسير بأقصى سرعة. إلى اللقاء يا جدتي. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يحبان قطار الجد الصغير. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم.
والصغار على القطار. هوب 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 والصغار على القطار طوال اليوم. ها هو الكلب الجد ومعه الكلب داني. مرحبا. أهلا داني. أرى أنكم تلعبون لعبة القطارات. لعبة؟ جرترود ليست لعبة. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنتي الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكرا يا جدي. نراك لاحقا. بيبا بيك. وقت اللعب. إيميلي، أتودين اللعب مع الآخرين في الخارج؟ إن سمحتي. فلتأخذوا إيميلي لمكان اللعب. أجل سيدة غزال. وقت اللعب، بيبا وأصدقاؤها يلعبون بالحديقة. لن تمسكني. يا هلا الضوضاء. هيا لنرى من الأكثر صخبا. حسنا، أنا أولا. كان هذا صاخبا، دور الحمار الوحشي زوي. والحمل سوزي. والكلب داني. كان هذا عاليا. دوري. 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 بيبا هي الأكثر صخبا. إيميلي، دورك. أنا لست واثقة. أرجوك يا إيميلي. حسنا، سأحاول. يا إلهي، كان هذا صاخباً. رائع. بيبا بيك. ها هي أنتي بيج وألكساندر الرضيع. واو، طفل صغير رضيع حقيقي. إنه جميل جداً. ألطف بكثير من جورج. جورج أحب كونه الطفل الرضيع. أوه جورج، ستكون دوماً طفلي المحبوب الرضيع. حان وقت لعبة جديدة. ماذا عن مطاردة الديناصور؟ مخيف جداً. جورج أحب كونه الطفل الرضيع، لكنه يحب كونه جورج أكثر. بيبا بيك. إيميلي، أتودين لعب لعبتي المفضلة؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ القفز في برك التين. لعبتي المفضلة أيضاً. بيبا تحب جداً القفز في برك التين. إيميلي تحب جداً القفز في برك التين. يبدو هذا ممتعاً. هيا. السيدة غازيل تحب جداً القفز في برك التين. الجميع يحب جداً القفز في برك التين. إيميلي، هل استمتعت بأول يوم للعب معنا؟ أجل سيدة غزال. أرى أنك حظيت بأصدقاء جدد. أجل. إن الفيلة إيميلي هي صديقتي. وصديقتي أيضا. وأنا. إيميلي، من تحبين أكثر؟ أحب سوزي وداني وزوي وربكا وبترو وأيضاً بابا. بيبا بيك. الكثير من الطين. لا نريد أن نعلق في الطين. ربما علينا الذهاب بطريق مختلف. إنها مجرد بقعة من الطين. هيا يا جيرترود، يمكنك فعلها. هيا. هيا يا حافلة، ستفعليها. الحافلة علقت بالطين. يا إلهي. أهلا يا آنسة أرنبة، كيف حالك؟ أنا عالقة، أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع. أشاحنتك قوية كفاية؟ ثقي بي. أنجح الأمر؟ لا، نحتاج لمركبة ذات قوة أكثر. أيمكنني المساعدة؟ إنه شيء يمكنني التعامل معه. شكراً. أنا لدي فكرة، يمكن لقطار جراند بابيك سحبي من الطين.
هذا تفكير جيد. قطار الجد سيسحب الحافلة من الطين. أقصى سرعة. هيا يا جرجود. هيا يا جرجود. مرحبا. أوه، عمل رائع. كم هو مذهل ما فعلته بقطار لعبة. لعبة؟ جرترود ليست لعبة. جرترود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق. بيبا بيج.